أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نقدم لكم النشرة الجوية التي نستعرض في تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله. نهار اليوم سادة طقس مستقر في عموم المناطق، لطيف إلى معتدل في درجات الحرارة. كان طقس مشمس في عموم مناطق المملكة، تفرقت بعض الغيوم العالية خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى، لكن هذا الاستقرار سيكون مؤقت كون أن المملكة ستتأثر خلال الساعات القادمة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بالتالي تنخفض درجات الحرارة مجددا، فرصة تجدد هطول الأمطار أيضا خلال ساعات يوم الجمعة بحول الله. قبل الحديث عن هذا لا بأس أن نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة بحول الله. طقس مستقر، تفرق لبعض الغيوم العالية، 12 درجة مئوية كحرارة دنيا، 10 درجات مئوية كحرارة ملموسة، نسب رطوبة متدنية حوالي 49%. أما الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة لمعتدلة السرعة. بالنسبة لتوقعات الجوية ليوم الغد، نبدأ بالمنطقة الشمالية بحول الله، حيث تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بالتالي تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في عموم المنطقة الشمالية. إربد 15 إلى 8، عجلون 14 إلى 7، جرش 17 إلى 8، المفرق أيضا 17 إلى 7. المنطقة الوسطى أيضا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في عموم المنطقة الوسطى، تتركز خاصة في منطقة البحر الميت ومأدبة، حيث تكون الأجواء غير مناسبة للرحلات خلال ساعات نهار يوم الجمعة في عموم مناطق المملكة. كما تكون الفرصة أيضا مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في العاصمة عمان مع ساعات الظهيرة، أيضا البلقاء الزرقاء 18 إلى 9 درجات مئوية في الزرقاء، البلقاء 16 إلى 10، عمان 15 إلى 9، مأدبة 17 إلى 8، البحر الميت 23 إلى 16، بالتالي طقس بارد نسبيا يوم غد الجمعة بحول الله. المنطقة الجنوبية أيضا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة لزخات رعدية من الأمطار في عموم المناطق، الكرك 15 إلى 5، الطفيلة 16 إلى 6، الشوبك 13 إلى 5، معان 16 إلى 6، العقبة 21 إلى 12. المنطقة الشرقية أيضا هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار في كم من رويشة الصفاوي والأزرق، أيضا رويشة 25 إلى 9 درجات مئوية، الصفاوي 22 إلى 8، الأزرق 22 إلى 7. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نتمنى السلامة للجميع، إلى اللقاء.